السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أداة اسمها Select by Parameter، ودي بتشتغل جوه الريفت. ممكن تكون عايز تعمل سيلكت لبعض العناصر. الريفت السيلكت فيه عن طريق كاتيجوري، تقدر تعمل فلتر على كاتيجوري معينة أو تقدر تختار مانوال واحدة واحدة. هنا ممكن تقول له أنا عايز خاصية معينة، أي خاصية أنت تختارها، مثلا على ارتفاع معين او لون معين او ماتيريال معينه، فيبدا يجيب لك العناصر كلها اللي بالخاصيه ديت. كل اللي عليك بس ايه، تعمل سيلكت في البرانتر الموجود وتقول له انا عايز البرانتر المعين بالقيمه المعينه، يبدا ان هو يحددها لك. إيه الاداه دي؟ زي ما قلنا اداه مجانيه، ف مفيش اي تكلفه خالص وسهله جدا في الاستخدام. اختار بس الخاصية اللي انت عايزها وهو يبدأ يعمل سيلكت للعناصر اللي فيها نفس الخاصية دي.